انت دلوقتي بتسمع تجارتك انجح مع اكسباند كارد، بوابتك لاحتراف التجاره الالكترونيه. اهلا بيك عزيزي المستمع في حلقه جديده من سلسله تجارتك انجح مع اكسباند كارد. النهارده هتكلم معاك في حاجه لطيفه وخفيفه وفي نفس الوقت هي مهمه جدا وممكن تدعم مبيعاتك بشكل مش هتتخيله. فكر معايا كده، مين فينا ما بيحبش العروض والخصومات؟ او فكر مثلا كم مره ما كنتش واخد قرار انك تشتري منتج معين لكن العرض او الخصم اللي عليه كان مغري جدا لدرجه انك قررت تشتريه. كلنا عدينا بالمواقف دي، والنهارده هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، ازاي تدعم مبيعاتك بشكل كبير جدا من خلال العروض والخصومات ومن غير ما تحتاج لاي زياده تذكر في الميزانيه. يلا بينا نبدا على طول. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة هي أسلوب تشويقي قديم شوية، لكن لسه زي ما بيقولوا كده ليه بريقه ومكانته الكبيرة وبيشجع على زيادة عمليات المبيعات بشكل كبير جدا، وهو أسلوب كوبونات الخصم. هو قديم زي ما قلنا، لكن خليني أقولك الإحصائية دي: 92% من المستهلكين بيستخدموا القسائم والكوبونات بتاعت الخصم دي، وحوالي 67% من المستهلكين اشتروا منتجات ما كانوش مخططين لها بناء على ان هم معاهم قسيمة خصم. طيب ايه هي بقى كوبونات الخصم دي؟ ببساطة جدا هي عبارة عن قسيمة او كوبون بيقدر العميل يستبدله مقابل خصم او عرض معين لما يشتري اي منتج. ده ليه فوائد كتير جدا، زي انك تستهدف بيه العملاء السابقين، تشجعهم يرجعوا يشتروا من عندك تاني مقابل قسيمة خصم ليهم هم بس، او تشجع العملاء المحتملين ان هم يشتروا، يعني لو بيشتري الاول مرة من موقعك هياخد قسيمة خصم مثلا بقيمة 10%. وده النوع ده من الخصومات هيساعدك بشكل كبير على انك تعمل قاعدة بيانات قوية جدا، لانك ممكن تستخدمها بشكل ذكي، وهو انك في مقابل الحصول على قسيمة الخصم تسجل بياناتك زي الايميل، رقم الموبايل، كل البيانات الاساسية اللي بيها تقدر تعيد استهداف العميل. وكمان النوع ده من الخصومات بيساعدك بشكل كبير انك تعمل قاعدة بيانات قوية جدا. ليه؟ لانك ممكن تستخدمها بشكل ذكي، وهو انك في مقابل الحصول على قسيمة الخصم العميل بيسجل بياناته زي الايميل، رقم الموبايل، كل البيانات اللي بيها تقدر تعمل اعادة استهداف ليه، وبكده تقدر تستخدم البيانات دي في التسويق للعروض والمنتجات الجديدة. ودلوقتي هروح بك على طول على انواع الكوبونات دي. كوبونات الخصم ليها شوية أنواع، منها كوبونات الخصم المالي، دي النوع الأشهر، يعني مثلا لو اشترى منتج معين مقابل خصم 10% أو خصم 100 جنيه على عدد مشتريات معين وهكذا، فده خصم مالي مباشر. لكن في كمان كوبونات الوقت المحدد، ودي كوبونات بيبقى تقدمها في إطار زمني وبتخلص بعده، يعني مثلا استبدل القسيمة بخصم 10% بس لمدة 48 ساعة فقط. ثالث نوع هو كوبونات التخفيض في المواسم والأعياد، دي بتكون مربوطة بموسم عيد معين، يعني استبدل القسيمة مثلا بخصم خلال رأس السنة، خلال عيد الأضحى، خلال عيد الفطر، أو طبعا خلال الموسم الأشهر اللي هو الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي. في نوع تاني من الكوبونات اسمه كوبونات السلة المطروكة، ودي اللي بتكون كوبونات خصم مخصصة للناس اللي عندها سلة وسابوها وما كملوش عملية الشراء، وده بيشجعهم ان هم يرجعوا تاني للسلة دي ويكملوا عملية الشراء مقابل خصم معين. في قسائم مثلا بتاعت اشتري منتج واحصل على التاني مجانا، والنوع ده مشهور جدا، بيكون عبارة عن قسيمة او كوبون في انك لما تشتري اي منتج هتاخد التاني مجانا. ده غالبا بتستخدمه بشكل ذكي جدا لو عندك بضائع قديمة وسوقها مش ماشي قوي، تقدر تقدمها في المنتجات المجانية دي، هيكون ليه فايدة كبيرة في التسويق ليها وفي نفس الوقت تخلصك من المخزون اللي عندك. في كمان نوع من انواع الكوبونات اسمه كوبونات الشحن المجاني، ودي طبعا النوع المفضل عند قاعدة كبيرة جدا جدا من المتسوقين، زيادة في المبيعات بدون اي شك. الاحصائيات مثلا بتقول ان 44% من السلات المتروكة بيكون سببها مصاريف الشحن. وبكده نكون غطينا نقطة كوبونات الخصم وأهميتها وأشهر أنواعها.
يلا بينا نكمل بعد الفاصل. في استراتيجية تسويقية مهمة جدا وبتلعب بشكل أساسي على العملاء المخلصين عندك، وإزاي تخليهم عملاء دايمين وعندهم ولاء كبير لعلامتك أو لمتجرك. الاستراتيجية دي اسمها برنامج الولاء أو المكافآت. من أشهر الأنواع لبرامج الولاء اللي ممكن تستخدمها برامج الولاء القائم على النقاط أو Point Based Loyalty Program. في النوع ده ببساطة كل ما العميل يشتري أكتر من عندك كل ما ياخد نقط يقدر يبدلها بمنتجات وهدايا مجانية وخصومات خاصة. كمان في طريقة ما ينفعش ننساها لأنها فعالة جدا جدا واخدة شهرة واسعة في الفترة الأخيرة، وهي الإلحاح، أو إنك تبتدي تزرع الخوف عند المستهلك إن العرض يفوته. الاستراتيجية دي معروفة في التجارة الإلكترونية باسم FOMO، اللي هي اختصار ل Fear of Missing Out. يعني ببساطة أنت بتحط عرض سواء خصم أو شحن مجاني أو أيا كان شكل العرض إيه، وبتحط له وقت زمني محدد، يعني مثلا العرض ده هينتهي في خلال يومين أو أي فترة تحددها. وقتها العميل بيخاف إن العرض ده ما يتكررش تاني وإنه يخسر الصفقة دي، وبالتالي ده بيخليه يتشجع أكتر إنه ياخد قرار الشراء أسرع. آخر طريقة بقى سايبها لك للآخر لأنها من وجهة نظري يعني هي الأهم، وهي الشحن المجاني. ببساطة شحن مجاني يعني زيادة مبيعات، وياريت بقى لو تقفل الدايرة على العميل وتعمل شحن واسترجاع كمان مجاني. طبعا انت دلوقتي هتسأل انا كده ممكن اخسر، لو انا متجر لسه في بدايته خلينا نلعبها بذكاء. بالنسبة للشحن المجاني ببساطة هتزود شوية على سعر المنتج الاصلي بحيث يغطي سعر المنتج وتكاليف الشحن مع بعض، وخليك عارف انك حتى لو ما عملتش كده فزيادة المبيعات مع الوقت هتعوضك اي خسائر في الشحن المجاني. بالنسبة بقى للاسترجاع المجاني لازم يكون ليه شروط واضحة، مش اي حد يسترجع اي منتج، زي مثلا ان المنتج لازم يكون فيه عيب واضح، غير كده لو في مشاكل مثلا في المقاس انه الطلب غلط وقتها العميل يتحمل التكلفة. العميل كده هيحس انك واثق في منتجاتك وعارف ان المنتج اللي هيوصل له هيكون خالي من اي عيوب، ودي كده استراتيجية هتحقق لك مبيعات اكتر بدون اي شك. لحد هنا نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من سلسلة تجارتك أنجح مع إكسباند كارت. بشكرك على ثقتك وأتمنى تكون استفدت معانا وتقدر تنفذ على طول على مشروعك. هستنى تعليقك وتقييمك واقتراحاتك للحلقات الجاية بإذن الله، واستنانا في الحلقة الجاية وموضوع جديد من سلسلة تجارتك أنجح مع إكسباند كارت.